كوبا وستوري ذيك دوكا نعاود نهضر بستوري باسكو ما فهمتش واش راه ايرور في انستغرام. قلت لكم القانون، القانون ما تهضروش بلا علم، القانون يحمي المغفلين باسكو هادو اللي راحوا مغفلين وراه يحمي فيهم القانون، تما ما تهضرش بلا علم. هذه اولا. ثانيا نحن لا نعلم ما في الصدور، حنا ما على بالناش واش كاين في القلوب يا ناس. غير ربي اللي يعلم ما تكن صدورنا وما نعلن. حبي يقول يا جماعة أنا سأكون شهيدا بالحق، كوبا ولي ستوري سأكون شهيدا بالحق ولو على نفسي، هكذا باش نتفاهموا. لو كان تثبت التهمة سأكون شهيدا بالحق ونقول الصح، هذه هي تسمى مام صحابي، مام صاحبي نقول الصح. يتسمى انا كي قلت لكم محمد سطالي على بالي بلي ما دارهاش، على بالك علاه قلت لك محمد سطالي على بالي بلي ما دارهاش. اللي يعرف محمد سطالي يوم في حياته على باله بلي يعاون الناس وجامي يسرق وجامي نوع يسرق، محمد ما يسرقش. او انت راك قاعد ويجوا ليك يقولوا لك صاحبك اللي تعرفه وانت مليح يقولوا لك سرق وانت على بالك بلي السيد هذاك ما يسرقش، لا رياكسيون تاعك راح تكون لا ميم كو تاعي بشغل كاع الناس، راح تكون عندهم لا ميم رياكسيون. حاجة تروازيام طبيعة عامل هذا الناس، عندهم دي زاجونس، يجوا الشركات لي زاجونس ولا لي ماناجر تاعهم يقولوا لهم ديروا لنا بوب عن طريق الانفلونسور الفلاني، يدير لا بوب كي يقبل الماناجر يخلص هو يروح لدارهم. هذا لا يعني بالضرورة انه ما كانش دي انفلونسور متورطين في القصة هذه، مي انا هدرت على ستانلي فقط، هاكو فاهمين؟ باسكو اون فيت صحابو على بالهم كيفاش دار لا بوب. انتهى الى ثبتت التهمة يا خوتي، الله المستعان راي وحدة طويلة في التهمة هذه، طويلة جدا. اذا ما ثبتتش التهمة يا اخويا انا ماذا بيا محمد؟ يبان الحق برك، يبان برك الحق ماشي زعما.